بسم الله الرحمن الرحيم، انا احمد مدكور وهنتكلم النهارده عن بعض الاكسسوارز اللي ممكن نستعملها في حالات الجاستريك اي اس دي. دي الليست اوف اكسسوارز اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. اول واحده من الاكسسوارز هي الانجكشن نيدل، رغم ان هي اكسسوري بسيط لكن مهم جدا نختاره بالشكل الامثل. نكون مختارين السويتابل دايمتر، اللينس بتاع الميتاليك تيب، واكون عارف ازاي استعمل النيدل بتاعتي وجربتها قبل ما ادخلها جوه المنظار. تاني اكسسوار النهارده هي الالكترو سيرجيكال نايف اللي هتكون الدوال نايف. الدوال نايف بتيجي في مقاسين للتيب بتاعتها، واحده 1.5 ملي، ودي بنستعملها في حالات الكولون وفي حالات الاسوفيجس، واتنين ملي ودي بنستعملها في حالات الجاستريك زي اللي هنستعملها النهاردة. الدوال نايف فيها احد المميزات ان لما بكون عامل لها اكسبوجر وفاتحها بيبقى عندي اللينس اللي احنا قلناه 1.5 او 2 ملي، وانا عامل لها ريتراكشن بيفضل الميتاليك بول دي اكسبوزد. الميتاليك بول دي الطول بتاعها 0.1 ملي، وده بيخليني استعمل الدوال نايف في استعمالات عديدة. اول حاجة ان انا اعمل ماركينج وبكون عامل كلوجر للتيب بتاعتها، او ان انا اعمل ميكوزا انسيجن وبيكون التيب اوبن، او ان انا اعمل دايسكشن والتيب اوبن، او ان انا اعمل هيموستيزيس والتيب كلوزد زي ما هنشوف مع بعض. تالت اكسسوري هو الكواج جراسبر، وده بنستعمله للهيموستيزيس لكن باشكال مختلفة. بستعمله عشان ابريفنت ان يحصل اكتيف بليدنج من الاول، وبستعمله عشان اكنترول الاكتيف بليدنج لو حصل، واستعمله عشان ابريفنت ان يحصل ديلي بليدنج. اخر حاجه هو الهيموكليب. الهيموكليب طبعا في الاي اس دي بنستعمله عشان نقفل لو في برفوريشن، لكن احنا هنشوف ليه انكومن ابلكيشن في الفيديو القادم. اول حاجه الانجكشن نيدل. احنا هنا اخترنا النيدل بتاعنا الدايمتر بتاعها 21 عشان احنا بنعمل حاله جاستريك. اللينس بتاع الميتاليك تيب 4 ملي. بدانا نحقن الجزء اللي جنب البايلورس اللي هو الديستال عشان الانجكشن بعد كده يبقى سهل. لو حقنت الجزء البروكسيمال مش هقدر اشوف الجزء الديستال بعد كده. بعمل دايناميك انجكشن، بعد كده اوفرلايد انجكشن زي ما احنا شايفين، وهنا اكون عملت جود اليفيشن عشان ابدا الخطوه التانيه. تاني حاجه الدوال نايف. اولا بنعمل ماركينج بالكلوزد تيب زي ما احنا قلنا، بستعمل سوفت كواجيليشن كارنت افكت 4 80 واط. ده بستعمله للماركينج. زي ما احنا قلنا التيب بتبقى فيري سمول 0.1 ملي، فصعب ان هي تعمل برفوريشن او تعمل ليومينال انجري وانا بعمل بيها الماركينج. بعد كده ببتدي اعمل بيها ميوكوزا انسيجن زي ما احنا شايفين. بستعمل اندوكات اي افكت 2 ديوريشن 2 انترفال 2، ولازم اكون واخد بالي ان الجزء الوايت من النايف ده اكون دايما شايفه، ببقى متاكد ان انا مش ديب واللي انا فيه ال 1.5 ملي بس هو اللي بيعمل الميوكوزا انسيجن. تالت استعمال ليها اللي انا اعمل بيها الدايسكشن. انا هنا بستعمل فورسد كواجيليشن كارنت افكت 250 واط، ودايما بكون بعمل الدايسكشن بتاعي انتر فيجن، دايما شايف الجزء الوايت ده فبقى متاكد ان انا مش رايح ديب. الوايت بارت ده طوله 1 ملي هو كمان. واحد الابلكيشن الظريفه جدا للديوان نايف ان انا وانا بعمل دايسكشن لو حصل بليدنج، والبليدنج ده مش سيفير، انا ممكن اعمل ريتراكشن للتيب بتاعت النيدل، فيبقى باقي عندي الفيري سمول بول اللي احنا شفناها في الاول اللي طولها 0.1 ملي، وبيها اقدر اعمل كواجيليشن بنفس الكرنت اللي بعمل بيه دايسكشن. وفي موست اوف تايم وي كان كنترول البليدنج لو مش ارتيريال او سيفير بليدنج زي ما احنا شايفين هنا. بنعمل كواجيليشن بالكلوزد تيب للدوال نايف اند وي سكسيد. الكواج جراسبر بستعمله عشان ابريفنت الاكتيف بليدنج لما بيكون عندي فيسلز كبيره بالشكل ده،
بعمل لها اكسبوجر، بعمل لها جراسبنج بالفورسبس وابعد بعيد عن الماسل، بستعمل هنا سوفت كواجيليشن كرنت افكت 480 وات. الجراسبر ده مونوبولر، معنى كده ان الايدجز بتاعته اللي بره كمان بيبقى واصلها كرنت، عشان كده لازم ابعد بعيد عن الماسل وانا بعمل كواجيليشن عشان ما اعملش ماسل انجري. في اوقات بيحصل اكتيف بليدنج اند اي كانت افويد، زي ما احنا شايفين السبيرتر ده بنفس الطريقه بنفس الكرنت، بحاول امسك السبيرتر بالكواجراسبر وابعد بعيد عن الماسل ما دام انا بستعمل مونو بولر جراسبر. في بعض الانواع باي بولر جراسبر بتبقى مور سيف، وما بكونش خايف ان يحصل ماسل انجري وانا بعمل كواجيليشن. الكواجراسبر ده من شركه اولمبس، وشركه بنتكس عامله باي بولر كواجراسبر. بعد ما بخلص الدايسكشن بتاعي لازم باجي على الريسكشن بيد، احاول اشوف الفيسلز واعمل لها كواجيليشن عشان امنع ان يحصل دري بليدنج. زي ما احنا شايفين هنا احنا بنعمل كواجيليشن في بعض الاوقات والجراسبر مقفول، زي ما احنا قلنا هو مونوبولر، فانا ممكن اكاجليت بيه وهو مقفول. دي عيب وميزه لو انا عارف استعملها كويس. وهنا نقدر نشوف كلين ريسكشن بيد ومفيش فيسلز ممكن نخاف منها ان تعمل ديلي بليد. الهيموكليب احد الاستعمالات بتاعته البنتريتنج ارتري، زي ما احنا شايفين في ارتري موجود وبالسيتنج الازرق اللي موجود بين الماسل فايبر. الليجن ده لو انا حاولت اعمل له الارتري ده، لو حاولت اعمل له كواجيليشن بالكواجراسبر ممكن اعمل ماسل انجري. ففي بعض الاوقات بنعمل كليبنج للبنتريتنج ارتري، لازم نبقى فيري جنتل فيري كوشس، بنقفل الكليب بتاعنا واحده واحده عشان ما نعملش احنا ماسل انجري ميكانيكال واحنا بنعمل الكليبنج. شكرا جزيلا.